يا صباح الفل، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ ما تنسوش بقى تعملوا سبسكرايب واشتراك في القناه. النهارده احنا دابحين عجل، عجله يا جماعه، عجله اهو، عجل عجل للكلاب اهو. طبعا هنطلع كل الكلاب دلوقتي، يلا بينا. السلام عليكم، مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده دبحنا عجل عشان الكلاب، الحمد لله لحقناه يعني وذبحناه. طبعا زي ما انتوا شايفين كده عبده عمال يقطع فيه وبيظبط العجل اهو، ويا ريت طبعا زي ما انتوا شايفين الناس كلها تبتدي. طبعا بقى عبده قاعد بيقطع في العجل ويظبطه ويشفي فيه زي ما انتوا شايفين كده، هيبتدي ياكل للكلاب. بس طبعا بعد ما ننضف العجل خالص ونقطع اللحمه ونبتدي نسويها، طبعا اول حاجة هنفكر نعملها دلوقتي ان احنا بعد ما نشفي العجل خالص هنبتدي نحطه للكلاب، الكلاب اللي بتاكل لحمة نية. بعد كده هنبتدي نسلق للكلاب اللي بتاكل لحمة مسلوقة، ويلا بينا نتفرج عليهم وهم خارجين، يلا بينا. طبعا دلوقتي بدأنا نخرج في الكلاب زي ما انتوا شايفين، طبعا كل الكلاب هتموت وتخرج دلوقتي من البوكسات، وطبعا انا واقف معاهم هنا واللحمة بتاعت العجل موجودة زي ما انتوا شايفين، احنا رصينها طبعا ومقطعينها، وطبعا الكلاب كلها هتخش دلوقتي على اللحمة. طبعا هيبتدوا في الاول خالص ان هم ما ياكلوش لانهم مش كل الكلاب متعودة على اللحمة اللي هي النية. زي ما انتوا شايفين العجل محطوط على كيس، طبعا زي ما انتوا شايفين الكلاب خرجت دلوقتي، طبعا اتفاجئت في كلاب يعني اتفاجئت ان هي اصلا لسه شايفة اللحمة كده، وفي كلاب بدأت تخش تشمشم فيه. طبعا بيلا بسم الله ما شاء الله اول ما بتخش ما بتسميش، هتخش تفترس العجل كله لوحدها دلوقتي. معظم الكلاب دلوقتي قاعدة بتتفرج يعني ايه ده يا جماعة، انتوا بتهزروا معانا؟ جاب لنا عجل، طبعا احنا كنا عازمينهم على وليمة النهاردة ومظبط لهم يعني مظبطين الدنيا خالص يعني. المهم في كلب سابهم خالص وراح يشرب دلوقتي، وكلهم بقى مترددين ياكلوا ايه. طبعا كل واحد بيفكر ياكل من الورك ولا من الصدر ولا من الفخده، طبعا مش عارفين بجد يعملوا ايه دلوقتي، الموضوع كبير عليهم قوي. والعجل زي ما انتوا شايفين متقطع قدامهم جاهز زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، وطبعا ريكس قاعد بيشمشم، وبيلا وفلا وجوكي وكتير قوي قاعدين بقى بيشمشموا يا جماعه، طبعا زي ما انتوا شايفين. يلا يا جماعه انا عايز الناس تقول لي اكتر كلاب اكلت من العجل هم مين، اي نوع من الكلاب، الهاسكي ام الجيرمان، الروتوايلر، الجولدن. في كلاب كتير هتخرج دلوقتي زي ما انتوا شايفين اهو. المهم خلينا نتفرج ويلا بينا نكمل الفيديو. عشان ما ضيعش وقتكم يعني، يا ريت كل الناس تتفرج على الفيديو، فعلا الفيديو حلو جدا وفعلا يعني ممتاز قوي، وهتشوفوا فيه حاجات كتير جدا. طبعا اول ما يعني تبتدي الكلاب تاكل او تبتدي تخش الكلاب على الموضوع ده، ما تنسوش طبعا تدعمونا وتشتركوا في القناة وتعملوا سبسكرايب، ويلا كملوا الفيديو للاخر وانا معاكم.
كل يلا. ها هنقعد نزوم على بعض. هات لي يا عبدو، عبدو هات لي الكلاب من دول، الكلاب اللي فكك جوه هات هو اللي فكك. بره بره بدأت طبعا زي ما انتم شايفين الكلاب بدأت تاكل اهو، بدأت طبعا تعالى كلبة النجاح بسم الله ما شاء الله مش مخليه هي حاجة. ايوه انا عايزك تصور المنظر ده. بيلا بص بيلا بتعمل ايه، قرب على بيلا ادي فوكس على بيلا. ايوه هناك 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 ايوه يلا يا فل يلا يا فل كل يلا Ha!
غالبا دي اول مره في حياته اول مره في حياته هاي مشكلة هاتوا كده وخش على البتاع ده معانا كابوس شدوا على الاكل شدوا على الاكل Oh, my God.
بس لو في كلب هات لي الواد جيرما ما تطلعش الكلاب قلت لك بره لا لا خلي الكلب ده ماشي ده اللي عندك بره لا لا كمل زي ما انتم شايفين يا جماعه انا قلت برضه ادخل لكم في نص الفيديو كده الكلاب قاعده تاكل جامد قوي وال طبعا بعد معاناه يعني احنا تعبنا جدا من التصوير وطبعا الكلاب بدات بقى ان هي تاكل وبدات تندمج زي ما انتم شايفين كده بدات الكلاب كلها تاكل طبعا معانا كلبة ممدوح طبعا مبهدلة الدنيا خالص عمالة تاكل بصوا قد ايه ومعانا بيلا بسم الله ما شاء الله يعني ما بترحمش ومعانا روكي بيشمشم بس نانسي ما فكرتش تقرب من الاكل دي عايزة تقول لنا يا جماعة انا ما باكلش الكلام ده خالص زي ما انتوا شايفين كده يلا بينا نكمل الفيديو ما تنساش تكمل الفيديو للاخر جامد جدا هات لي يا ابني الكلام اللي ردي وطبعا في كلب زام عليا والحمد لله كنا هنتعض بسبب العجل النهارده يا جماعه بس الحمد لله تمام ما تعضناش بدات الكلاب كلها تهدى تاني وتاخد الوضع الطبيعي طبعا كون ان انت تكون اصلا موجود في وسط كل الكلاب دول يعني الموضوع صعب جدا يعني كون السيطرة عليهم بيبقى صعب زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو على فكرة يمكن اللي واضح قدامكم حوالي تقريبا كام كلب سبتير رايحين جايين بس بالعكس ورا الكاميرا في كلاب كتير جدا موجودة في الملعب وكل انواع الكلاب مع بعض يعني تخيلوا كل انواع الكلاب موجودة وكل انواع الكلاب موجودة في الفيديو وطبعا كون ان انا ماسك كرباج التدريب عشان الكلاب حتى تخاف حتى ما فيش كلب يتخانق مع كلب لا الموضوع صعب جدا يا جماعة محدش يفكر يعمل الفيديو ده صدقوني الموضوع جامد جدا لازم يكون حد عنده خبرة ومتمكن جدا ويكون في فريق عمل ممتاز طبعا زي ما انتوا شايفين عبده خاف يخش للكلاب وقعدنا نتحايل عليه قد كده ما قدرش يخش خالص للكلاب يا جماعة فضل خايف طبعا انه يخش لان كان في كلب هو بيخاف منه جدا وكان موجود في ارضيه الملعب طبعا خايف قوي ما كانش عايز يخش يلا بينا نكمل الفيديو طبعا داروك اهبل يا عم اهو والله بيضاني شويه جت عليك يا ابني ده هياكل ايوه كده ايوه كده اقول ايوه ايوه صح لا اكل الموبايل مش مباشر الصوت ده خش يا محمد تعالى هنا يا محمد تعالى هو
الصغيره خالص دي طلعها له بره. اللولو دي اه فين طلعها له بره؟ فين الكابل اللي قدامك؟ صور كابل اللي قدامك. ايوه اعمل فوكس عليه، اعمل فوكس عليه. ايوه فوكس عليه. ايوه مين؟ الكلب ده؟ اه خده الكلب الهاسكي؟ خده. الكلب الهاسكي مش عايز نقطع بل يزوق. هاي برا برا على اوريو. تعال على اوريو. امسك الكلب على طول. كويس، شجع الكلب ده، شجع الكلب ده. طبطب عليه كده وشجعه. طبطب على الكلب ده. تقلقش تقلقش، مش هعمل لك حاجه والله. طبطب عليه. الكلب التاني مظبوط. ليه؟ عشان ما يزومش على كلاب تاني. بيقعد يعني؟ كلاب كلاب. هناك كده في النص كده. ايوه هنا في النص في النص. ايوه هما اتنين اللي هناك دول ولا واحده هنا؟ واحده ولا اتنين هناك دي؟ اه شوف واحده، هات واحده في النص كده يعني، فاهم؟ ايوه حط واحده في النص كده بس. لا مش جنب بعض، بعدوا عن بعض. افتح اللي عملها الكلب دي بقى، افتحها. تخافش ما تخافش يا عم، مش هعمل له حاجه بس كده. رجع لي بقى الكلاب اللي هناك دي، هاتها لي هنا زقها كده. اه هوشها كده تيجي الناحيه دي. هو هناك سيبوا، انا هدخله هو هما الاثنين مع بعض. بص واحد بس على الشاب اللي هناك. الشاب اللي هناك ده ده ولا بس؟ اه ده ولا افتكرتها من تاني. عايز انا عندك كام الجلوس.
زي ما انتوا شايفين يا جماعة الفيديو، طبعا الكلاب كلها عمالة تاكل الحمد لله، بس في كلاب اكلت وكلاب ما اكلتش يعني، واللي اتبقى سلقناه للكلاب، وان شاء الله انتظرونا في فيديو جديد. وطبعا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا سبسكرايب، ولو عجبك الفيديو تسيب لنا كومنت، واي حد محتاج تدريب انا تحت امركم. كابتن احمد علي، اقوى كلاب في مصر، K9. بيلا في ايه؟ قلبوا ديابة. لا ده حبوب، ده 24 ساعة ممكن تفضل حاطط ايدك، 24 ساعة ممكن تحط نفس الحضن والله ما يحلك. بص خدت بالك الحركة؟ افضل ماسك، افضل ماسكك كده والله، افضل ماسكه كده، شد شد. ها بابلو بالك، هو بيجي معاك كده بس ودي عند الاكل وايش. شد 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 شد، خليه يروح عند الكلب، خليه يروح.